بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي موقع عارفينو، كنت واجد الآن في المستشفى الحسني مع المسؤول على خلية التواصل سي مويش محمد، اللي غادي يوضع لنا في الصورة الصحية ديال مدينة ديال الناظور. سي مويش مرحبا بكم. سيدي الله يبارك فيك، مرحبا بكم تنتوما معنا. وبسم الله الرحمن الرحيم، أولا كنشكركم على هاد التتبع ديالكم والتغطية الإعلامية اللي للمستجدات الصحية في إقليم الناظور. دائما في إطار الحديث على مستجدات فيروس كورونا بإقليم الناظور، فأود زعما أن أطمئنكم وأطمئن الساكنة قاطبة بأن إقليم الناظور ولحد الساعة لم تتم فيه تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. كما أن في إطار تفعيل البرنامج الوطني لليقظة وتصدي لفيروس كورونا المستجد، قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور بتفعيل مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار هذا الفيروس، من بينها على سبيل المثال الحصر، خلق مسار فردي للحالات المشكوك إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهو ما لاحظتموه في مدخل المستشفى الإقليمي. هذا المسار الفردي كيمكن من حماية المرضى وعائلتهم، إضافة إلى حماية الأطر الصحية العاملة بالمستشفى. فمن خلال هذا المسار كيتمكن الأطر الصحية من عزل الحالات المشكوك في إصابتها بكوفيد-19 عن باقي الحالات المرضية العادية اللي شكوا فيها، كيصيفتوها للحجر الصحي حتى تتم تفعيل البروسيدير ثيرابوتيك ديالهم مع هاد الحالة. الحالة العادية كتمشي كتبع المسار العادي ديالها للمستشفى المستعجلة للمستشفى الإقليمي. ايضا تم تحرير مجموعه من الأسرة حتى يتم الرفع من السعه الاستيعابيه من الأسرة المخصصه للحجر الصحي. ايضا تم خلق فرق تدخل سريع اقليمي التي تشتغل 24 ساعه على 24 ساعه، مجهزه بالمعدات اللازمه للتعامل مع اي حاله وارده على المستشفى مشكوك في اصابتها. ايضا تم خلق على مستوى المندوبية تم خلق خلية لليقظة والتصدي لفيروس كورونا المستجد، هي أيضا تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة. أما فيما يخص الضغط المتواجد على في البوابة أو المدخل ديال المستشفى الإقليمي الحسني، كنبغي نوجه نداء للساكنة باش تتفاعل معنا وتندمج في البرنامج اللي هو مسطر والخطوة اللي تم اتخاذ ديالها. فمن خلال الالتزام ديالها غنقصوا الضغط، غنقصوا التجمعات، وغنحدوا من الانتشار ديال الوباء. داك الإجراءات اللي اتخذتها والمفعلة بمذكرة وزارية هي لحماية المرضى، لحماية المرتفقين، لحماية ذويهم. في هذه المرحلة احنا جميع الأطر الصحية، السلطات المحلية، جمعيات المجتمع المدني، الساكنة، احنا كلنا في هذه الحالة مجاهدون ضد هذا الوباء اللي كيهدد بلادنا، كيهدد الحياة ديالنا. إذن زيد معك الإعلام والإعلام، الإعلام راه كيلعب واحد الدور كبير، وكنركز على الإعلام المحلي اللي عندنا، انه خصو يعاوننا، خصو يوصل الرسائل للوزارة الصحة، السلطات المحلية للمواطنين باش يلتزموا بالتوصيات اللي تعطات، يبقاو في ديورهم إلا ما يخرجوش إلا للضرورة القصوى، للعمل، للتطبيب إلى آخره. مين غنلتزموا؟ غادي نحميو راسنا، غادي نحميو عائلتنا، غادي نحميو حتى الغير. أجدد الشكر الموقع عارفينو على هذه التغطيه اللي دارها، وعلى السهر ديالو على امداد او الساكنه بالمعلومات او التطور ديال هذا الفيروس. كما اجدد الدعوه
من اجل الالتزام بالنصائح ديال وزاره الصحه والسلطات المحليه. وكنجدد الشكر الجزيل للاطر الصحيه الصاهره على الرصد ومراقبه هذا الفيروس. وشكرا لكم، السلام عليكم.